يا هلا مرحبا شباب، كيفكم كلكم اليوم؟ اليوم والله ما اعرف يعني شو خطر بالي، بس قلت يمكن يلا باخذ التليفون وبصور فلوج. اليوم بالليل عندي كار ميت، مثل تجمع سيارات، اول مره بروح معهم. هو جروب اسمه ديفاينس، ويعني متحمس اشوف كيف الاجواء وهيك. من اول مره يعني بطلع معهم الشباب، انا شفتهم مره مرتين الشباب كذا حبيتهم يدخلوا القلب، فهمت عليه، فحبيت اجواءهم يعني. بس ولا مره طلعت معهم يعني والله نسوق السياره ونتمشى هيك في نواب الشوارع وهيك. راح الحين اخذ الالتيزا. اللي ما بيعرف السيارات خليكم معي بشرحكم شو هيك باختصار شو الالتيزا. ابى اقول كمان انه هالقناه مش للسيارات، ما حتكون للسيارات هالقناه، حتكون اي شيء بيومياتي. والله مسكت التليفون وقمت اصور، ان شاء الله تنبسطوا، ان شاء الله ما نتاخر، بس لازم الاقي الشباب هنيك الساعه 10 اوريدي، استوى الساعه 9 فلازم احرك. معلومه على السريع، السياره اللي قدامي شباب هي اسمها لكزس التيزا. المهم السياره بسيطه ورخيصه شوي، قديمه تقريبا من سنه 2001 هذه او 2000، سنه 2000 أو بين هذول السنين يعني، بين 2000 و2003. وزنه كثير 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 خفيف، محرك عليها 6 سلندر اسمه 2 جي زي. خلينا افهمكم بس يعني شو ال 2 جي زي، اللي ما بيعرف بالسيارات، اللي ما بيعرف بالالتيزا، اللي ما بيعرف باللكزس. هذا المحرك ال 2 جي زي شباب يعتبر من افخم واكثر المحركات اللي هي معروفه بالعالم السيارات. محرك فيكوا تقولوا لو بدكم تقارنوه بمثلا ممثل مشهور، او ممكن تقارنوا هذا المحرك مثل الشاكيرا بس تبع اليابان. يعني هذا المحرك قد ما هو اعتمادي، قد ما هو قوي، قد ما هو ما يخرب، قد ما هو ممكن بشويه بضع التزويدات توصل أرقام الأحسن طبيعته كتير عالية. فعشان هيك جماعة السيارات كلهم بحبوا هالإنجن، محرك يعني خارق. بس قبل كل شيء أليكس اتصل علي قال لي شيك على التايرز، فبرجع للبيت بس بشيك التاير بريشر. أنا الله يهدي أليكس، يعني على قولة اللبنانيين ما بيروق. Guys, this is Stan. كيفك؟ تمام؟ زين. كيفك راعي الأكورد؟ شو صار؟ أنت عندك موتوسيكل كمان؟ أي والله نفس النوع بعده. ما شاء الله. هلا هلا، كيفك؟ تمام؟ وين الصرف؟ وين الصرف؟ ملكيته انتهت اليوم. ملكيته؟ ملكية خلاص. خلاص اوفر. خلاص الحين اوت لود، ان شاء الله بتشوفوني بعد كم من اسبوع، تشوفوني كذا انا طالع، بس بتشوف ان شاء الله الصور الثانية. كلمة كلمتين؟ اوكي. ويت ويت. ما شاء الله السيارة هون اسمها نيسان سيلفيا، من أكثر السيارات اللي أنا بحلم فيها. يلا عقبالي شي يوم إن شاء الله. سيل الاخبار؟ والله ما عرفتك بالكندوره. الله يسلمك. اكيد شكله شو؟ يمكن حد فيهم زي بيبيع ارباب كبير. الله صح كبيره. ايوه عندهم البنايات والعقارات كل شيء. اقول لك لا تفتح، قلت مال البنايات. اوكي اقرا الاسم شو شو كاتبين الغزال ولا لا؟ ايوه كاتبين. لا مو كاتبين. شو مكتوب؟ تبع ال كاستم شو؟ كاستم شو؟ This C55 AMG automatic gearbox. تعال بلاك مامبا تعال. Present me the cars today, سعيد. Black Mamba style. Okay, we out here. Got a Subaru. We out here with a bag 86. Look at the owner. Come here. Come in, don't be shy. Come in. Yeah,
car. I'm the first owner. I bought it myself since 2015. And after 1.5 years, my first mod was Bala Bala, you know. And then from there it started, yani. Uh-huh. So that is it. And they call me Flex because flexing, yani. Alex and lights. Bala Alex and lights. What follow? Hmm? So, what are you doing? Put this up again. بعد مرة طلع right here. برا سمعت في عصير بلاش بس اشوف شاي. ما شاء الله هذا ما صدق انك تفتح عندك يا مداقر يا اللهب. يلا حبيبي السلام. يلا سيوز. يلا حبيبي زيني عمل لي زيارة اتصل فيني هلا هو مسافر على كندا قريب ان شاء الله. يا كيفك زيني؟ كويس والله اشتقت لك زين حبيبي والله. فحناخذ شوي هيك لفة بالالتيزا هيك شوي نتمشى خفيفة سريعة. شو بدك تقول؟ يلا ننزل دي ار بس. ايوه لا 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 هون. بدك جهاز؟ الله روح يا اخي رجع ولا سيمفونية ياني. يا برو يا برو نزل جير برو put sanitizer برو. خلاص لوسنا الجو. يلا استمتعنا شوي.